GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلينا بقى نشوف الكود اللي تبع الكومبوننت اللي عامل اللخبطة دي. طالما بص يعني تعود كده أي حاجة فيها مشكلة يبقى تيجي على الحاجة نفسها وتبدأ تحلل في مشكلتها على طول. أهو المسافة دي، تخيل هي المسافة دي هي اللي ممكن تبقى عاملة فعلا المشكلة، ومش ظاهرة أي مقالات. بدأ يظهر التايتل كويس، وبدأ يظهر فعلا الويب سايت بتاعي كويس. شايف هنا في مشكلة مخليها الكلام يعني زي ما تكون رايح بعيد أوي، هي المشكلة في المقال وطريقته. خلينا نعمل حفظ حفظ، مش عايزك تتخض يعني، اتعامل عادي بقى خلاص. طالما انت رفعت التمبلت بتاعك كويس خلاص، هنمسح المقال ده. الويب سايت بدأ يظهر معاك، حلو قوي قوي قوي. طيب خلينا نشوف الفوتر. الفوتر يمكن انا يعني تقريبا عملت تيست ولا حاجة. خلينا نشيل الفوتر ده خالص، وخلينا نشيل اللوجو ده خالص. هو المفروض هيظهر لك كده بالشكل ده. جميل جدا. التصميم بقى شكله كده يعني مش مريحنا لسه كده، في شويه عايز شويه ترويق كده وعايز شويه تظبيط. الموضوع كده ايه، ابيض هنا وابيض جوه بتاع، فالدنيا سايحه شويه. خلينا نغير الابيض اللي بره ده ونغير اللون بتاعه شويه علشان الدنيا تبقى باينه شويه. وعايزين نخلي المنيو دي فوق وباتساع نفس الاتساع بتاع لغايه هنا الحته دي شايفها، ونخلي المنيو دي على اليمين، من اليمين كده للشمال، مش في النص بالطريقه دي. وعايزين نظبط بقى في اللوجو. وي 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 اول حاجه اللوجو طبعا، يعني الابيض ده المفروض بقى ما يكونش موجود. المفروض يعني الحته دي فاضيه، واللوجو لما باجي بحطه بيبدا يخش هنا في الحته دي. طب انا عايز اشيل الحته البيضه دي، اعمل ايه؟ بروح بقى هنشتغل على السي اس اس، على القوالب، واخش على التمبلت بتاعي واقول له تعديل سي اس اس. خش على الستايل، تعديل. تعالى بقى يا باشا اللوجو عندك، طبعا الايمج لوجو دي طبعا ما هنشيلها خالص، هي دي اللي عامله الحته البيضه اللي فوق. لو عملنا تنفيذ وجينا هنا عملنا ريفرش راحت. اذا انت هتحط اللوجو بتاعك هنا، جميل. خد بالك ان اللوجو بتاعك ليه مقاسات، تعال نشوف ليه مقاسات ولا لا. الويدث بتاعه 180 والهايت بتاعه 160، 182 و160. لما تيجي تحط على اللوجو او اي صوره هتراعي ده 182 في 160. تعال نحط لوجو، خش على الميديولات، لان احنا كنا عاملينه مديول ودي حلاوته بقى. خش على مخصص HTML ونقول ده اللوجو، ما تعرضليش العنوان بتاعه وحطه لي فين. بص هنا فاكر البوزيشنز اللي احنا حطيناها في الاكس ام ال، هم الاربعه دول حطهم لي في اللوجو. وخلينا نجيب اي صوره، اي صوره من بره. بعد كده انت بقى تحط الصوره بتاعتك على السيرفر وتاخد اليو ار ال بتاعها وتظبطها يعني، بس احنا دلوقتي هنجيب اي صورة لوجو، مثلا حاجة اسمها لوجو، هات دي شكلها لذيذ. ممكن تخصص له كمان، احنا قلنا 182 هنا الحجم بالظبط، دوس عليه كده. العرض 182، هيشوف لك بقى الصور كلها اللي بالمقاس اللي انا بدخله له ده. ممكن تجيب دي بس الباك جراوند بتاعتها بيضه،
انت بقى المفروض تظبط اللوجو بتاعك. انا ممكن اخد دي، هات دي، بس دي برضو مش هتبقى برضو قد كده لانها جي بي جي اعتقد، وكبيرة كمان. طيب نرجع، هات دي جيف، هتقول نسخ يو ار ال اللي فوق ده اهو. اقول لك مجازا يعني انت هتحط دلوقتي صورة مجازا من بره، ادي اليو ار ال بتاعها، وادي الدايمنشن هتخليها بقى 182 في 160. طبعا هتطلع بايظة خالص وشكلها وحش. البوردر بتاعها واحد بس عشان يبقى عليها بوردر كده، ونقول له حفظ. أول ما بعمل ريفرش بتنزل لي بالشكل ده. طبعا نزلت لي بايظة بقى شوية. لو أنت عايز تظبطها بتبدأ تظبطها منين؟ ها، من السي اس اس. نرجع بقى للسي اس اس ونظبط الموضوع بطريقة أكثر احترافية بقى شوية. نتعامل بقى من السيرفر على طول. هنقول له اللوجو فين؟ اللوجو أهو. هنقول له المارجن توب 0 بإكس، ممكن نديله بالسالب سالب 10، طلعت فوق، نديله كمان سالب 20، اوكي. ده بقى يعني على حسب اللوجو بتاعك ومقاسه. طبعا هو مقاسه كده، يمكن انا عكست الدنيا شوية، عكست الطول في العرض، عشان كده انا ببدأ اعدل. بس انا بقول لك يعني طريقة التعديل ازاي. ممكن نروح على اللوجو نفسه من على المديول. انا عكست بس الابعاد عشان هو كده طالع انبعج بالشكل ده، فخلينا نعكس. هنعمل كده HTML ونجيب السورس بتاعه ونقول الهايت بتاعه العكس بقى 160، والويدث بتاعه 182، ونقول ابديت. هيبقى بالطريقة دي. تنفيذ، ريفرش، تمام زي الفل. اوكي، هنشوف بقى ده بالنسبة للوجو. عبيت بقى تعمل له تخليه فلاش، ممكن تاخد كود الفلاش من يعني تحطه عند ملف الفلاش في دريم ويفر وتحط الكود جوه هنا وهيشتغل معاك زي الفل، او انك تسطب مديول بتسبورت للفلاش. يعني في مديولات بتعمل مخصوصة للفلاش ممكن تستعملها برضه، مفيش مشكلة. ده بالنسبة لي. تعالى بقى نشوف الباك جراوند اللي بره دي. هنروح على إدارة القوالب، هنروح على ال CSS والستايل بتاعنا، ونخلي دي. تعال نجرب انا يعني مش حافظ اي اكواد بصراحة، فانا اي حاجة بحاول اجيبها بجيبها من خلال كده، وروح جاي هنا مثلا، واروح جاي قايل له مثلا ده. لا، خلينا نعمل حاجة نيو كده. ولو جيت اخترت من الألوان، تعالى على الجراي اللي هو ده، هيكون ده الكود بتاعه كنترول سي، وروح هناك اقول له كنترول في وتنفيذ، ريفرش، هلاقي حاجة زي كده. اوكي، دي بالنسبة ل
البادي اللي جوه، نبدأ نشتغل على الحتة دي. هنروح على ال احنا كنا فين، الرايت كولم، والمارجن هيبقى 0. ونظبط بقى الويدث بتاعه، الويدث نخليه هو ممكن نخليه كمان 20، 200، كده تمام قوي. هنا هنتأكد برضو من الباك جراوند. اوكي تمام. شايف طبعا اللينكات طبعا واخدة اللون الاسود، واللي اتزرق قبل كده انا دوست عليه واخد اللون الاحمر. فهتظبط بقى اللينكات بتاعتك لو انت عايز. تعال نشوف لو احنا ده عملنا عليه كاستم كولر، يعني لو احنا عملنا عليه كولر لو احنا فتحناها كده وعملنا ده فونت. طبعا في تكست، في تكست بوكس احسن من كده بكتير، اللي هو اف كي سي او اف سي كي اديتور. ده حلو قوي، بينزل كانك في وورد بالظبط، بيعمل لك اللي انت عايزه. انت بقى سطبه ونزله. هنقول ده فوند كلر، دي اكواد اتش تي ام ال طبعا، بتساوي مثلا الابيض، ونقفل الفونت. يبقى بالشكل ده بس، هو لينك برضو يعني. ظبط بقى حالك بحيث ان انت فهمت بقى الدنيا ماشيه ازاي، او انت ممكن تعمله يلو اصفر شويه او اي لون زي ما انت عايز. ده بالنسبه لل طريقه الصنع التمبلتس بالشكل ده. في حاجة كمان كنت عايز اقولها، في كود ممكن تاخده بطريقة ذكية قوي. بص بقى، انا هعلمك حاجة ازاي تستفيد من التمبلتس اللي معمولة اصلا في جملة، انك تقدر تجيب الاكواد المحترمة بقى. انا دخلت دلوقتي على قالب انا لسه رافعه، واخش على HTML اي قالب. اوكي، وتعالى مثلا اكتب هنا كومبوننت. هتبص تلاقي ان الكومبوننت زي ما احنا عاملين محطوط في ديف. شايف الديف هنا، واحط عليها كلاس عادي خالص. بين الديف محطوط الكود بتاع الكومبوننت. طب ايه ده، ايه الموقع ده، ايه الحته دي؟ الحته دي بيخليها دايناميكلي، يعني ده بيقول له ان الكومبوننت دي في الفرونت بيج، وخليها دايناميكلي بحيث ان انت لو مش حاطط يعني مش حاطط كومبوننتس يعني مفيش مشاكل، يعني بيخليها تتفاعل مع احسن مع الجملة. تمام. في بقى حاجة تانية كمان برضو نفس الحكاية في الموديولز. الموديولز هنا محطوط عادي جدا بين اتنين ديف، وهنا الكود بتاع الموديول. طيب حلو، امال ايه ده، ده برضو بيعمله دايناميكلي. يعني ايه تفاعلي او ديناميكلي؟ تعالى انا خدته بيست واروح على، اخدته كوبي واروح على ال HTML بتاعتي. تعالى كده لو انا حطيته قبل الفوتر، ماشي، خد بالك ان هو بياخد قبل الديف، يعني انا حاطط دي كده قبل الديف، وهسمي دي فوتر باسم بنفس الاسم بتاع مين، المديول. طبعا احنا هنا لازم نقفل الكود. طب اجيب القفله منين؟ طب ارجع تاني كده اعمل حفظ، وهات القفله بتاعت الكود البي اتش بي ده.
دي القفلة بتاعته. تمام. خدت كوبي واروح على التمبلت بتاعي واقول تعديل، واجي على الفوتر اهو واروح جاي قافل. دي بقى بتعمل ايه؟ تعالى كده نشوف. لو انا عملت تنفيذ او لو عملت حفظ بقى عشان اتحرك شوية، حفظ دي بتعمل لي ايه؟ تعالى لو احنا رحنا على إدارة الموديولات وخلينا اللوجو ده آسف الفوتر الكوبرايت غير مفعل، بص بيعمل لك ايه؟ شال لك الفوتر خالص، يعني خلاه دايناميكلي. يعني لو انت حاطط فوتر بيحط لك الباك جراوند بمحتاله يعني بكل حاجه جواه، لو مش حاطط ما تلاقيش ظاهر بالشكل ده. اوكي، دي بتنفع قوي في الموديولات، يعني سيبك من حته الفوتر دي انا بعملها لك بس كده ايه كمثال، بتنفع قوي 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 في الموديولات. لو انت حاطط كلاسز بقى، لو في ادفانسد بقى، لو انت هتخش بقى على السي اس اس ادفانسد، تخش على الستايلات بقى وممكن تغير خالص حته البول دي او حته الفورم دي. هنعرف برضو المحاضره الجايه شويه حاجات كده ممكن اتحكم فيها في شكل الموديولات، بحيث ان انا اقدر في الكورس ده على قد ما اقدر اظبط لك حته تصميم بجمله برضو وحته العناوين الرئيسيه بتاعت جمله. المهم انت عرفت الكود ده بيعمل ايه. الكود ده بيعمل يخلي فيه تفاعل في مديول في الحته اللي هو موجود فيها بيها كلها، مفيش يبقى بيروح شايلها لك خالص كده. يبقى انا عايز دلوقتي اعمل ايه؟ عايز احط الكود ده على كل الموديولات بتاعتي بحيث ان انا يبقى فيها يعني شغل بروفيشنال شويه. طالما حاطه يبقى حاطط كل حاجه فيه، مش حاطه يبقى هو كأنه مش موجود. ودي حاجه دايما في كل التمبلتس بتاعت جمله او ووردبريس او الحاجات دي كلها. طبعا الكومبوننت ما بيقعش عليه الكود ده، ده مع الكاونت مديولز بس او المديولز بس. دي هنخليها على الرايت كولم اللي هو مديول اسمه رايت، ونغير ده ليه رايت. دي طبعا هتتشال وهيتحط مكانها اخينا ده اهو. هنا المين الناف هنيجي هنا، سوري اهم حاجة تسمي النيم هنا بنفس الاسم ناف. ناخد بقى اللوجو ناخد اللوجو هنا، دي اسمها لوجو، والقفلة بتاعت البي اتش بي. بالشكل ده اوكي، يبقى انت بدأت تخش الى حد ما في قالب احتراف. طبعا الكورس ده ما بيأهلكش انت تعمل حاجة احترافية قوي، هو بيأهلك ان انت تفك طلاسم جملة. يعني بفك لك طلاسم جملة اللي انت يمكن كان في ناس كتير متعقدة منها. الفيديو جاي بإذن الله هنبدأ ندخل على الأكواد الرئيسية بقى بتاعت جملة، ونبدأ نستفيد فيها شوية مع الـ CSS. السلام عليكم.